الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لله وعلى ملة رسول الله بهذا حكم الله بهذا قدر الله بهذا أمر الله وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا واعلم يا عبد الله ان هذه اول ساعتك من الاخره واخر ساعتك من الدنيا وانقطاع قالب وبقي القبر مثواك الى يوم القيامه واذكر العهد الذي خرجت به من دار الدنيا الفانيه وقدمت به على ربك على دار الاخره الباقيه وهو شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واعلم يا عبد الله ان في هذا الوقت العظيم الشان ياتيانك ملكان شفيقان رفيقان وهما لهذه الامه بشيرا ونذيرا فإذا جاءك وسألك وقال لك من ربك وما دينك وما الذي مت عليه فقل لهما بلسان طلق بلا خوف منهما ولا جزع الكافي هو الله الله ربي والإسلام ديني ومحمد النبي والكعبة قبلتي وإبراهيم الخليل أبي والصوم والصلاة والحج والزكاة فريضتي وأنا وأنتم على قول عدم مخلص نشهد أن لا إله إلا الله واعلموا يا عباد الله ان الموت حق وان نزول القبر حق وان سؤال الملكين حق وان الصراط والميزان حق وان الجنه والنار حق وان الله يبعث من في القبور منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى منها خلقناكم للاجر والثواب وفيها نعيدكم للدود والتراب منها نخرجكم تاره اخرى للعرض والحساب لقنك الله حجتك وبيض صحيفتك وانزلك منزلا مباركا وهو خير المنزلين لمثل هذا مصير الاولين والاخرين الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، اللهم انا نسالك من كل هم وغم فرجا ومن كل ضيق مخرجا والى كل خير سبيل، اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احيته منا فاحي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، وارحم اللهم يا رب من كان اجتماعنا ها هنا بسبب مجدي وعلى نيتي، وارحمه وكافه موتى المسلمين، اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير ذلك فتجاوز عن سيئاته وقيه عذاب النار وقي عذاب القبر ادخله الجنه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انقله من ضيق اللحود ومراتع الدود الى جناتك جنات الخلود وطلح مضبوط وظل ممدود وماء مسكوب كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه مع الذين انعمت عليهم يا مولانا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم اساله في قبره مد بصره اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولسائر المسلمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجب دعانا وارحم موتانا وفرج كروبنا اكراما لمن انزلت عليه الفاتحه.